منذ عام 1970 وسلطنة عمان تواصل جهودها التنموية للحاق بحضارة اليوم وتقليص المسافة الضائعة من عمرها الحضاري قبل بدء مسيرتها النهضوية المباركة. مضت السنوات حثيثة ومعها شهد الاقتصاد انتعاشا أكثر تزايدا، وتوسع العمران أفقيا وعموديا، وامتدت يد الحضارة ترسي خيراتها داخل المدن وتزحف نحو الأرياف. نظرا لاتساع نشاط العمل وازدياد أهميته كنتيجة حتمية للتوسع العمراني والاقتصادي والحجم الهائل لمشاريع التنمية واستكمال البنية الأساسية، كان لابد من ازدياد حجم العمالة الوطنية منها والأجنبية، وهذا أمر تطلب ضرورة تدعيم جهاز العمل ليملك قدرة الإشراف على هذا الكم الهائل من العمالة وإحكام الرقابة عليه وتوفير الحماية له من الناحيتين القانونية والاجتماعية. بوجود مديرية عامة لشؤون العمل تنضوي تحت مسؤولية وزارة مختصة بها والتدريب المهني، أمكن توفير جهاز عمل متكامل وذي إمكانيات جد متطورة طيعته للعمل على تدعيم علاقات الشغل بين طرفي الإنتاج وخلق جو من الاستقرار بينهما في ظل أسس تحكمها قواعد القانون والعدالة وتسهم في التصدي لأي ظواهر أو مؤشرات سلبية ناتجة عن وجود عمالة أجنبية كبيرة. موازاة مع حركة التحديث التي تمر بها سلطنة عمان اليوم، تركز الاهتمام دائما على تقليص نسبة الأمية بتوسيع قاعدة التعليم كمعيار هام ومتميز لمحو آثار التخلف وسمة أساسية للتقدم والنهوض بثقافة الإنسان، ليتأهل إسهامه التنموي ويصبح جديرا بتحمل أعباء التحديث وبلورة رؤيته إزاء التقنية ونمو الإنتاجية. باعتبار العمالة الأجنبية كيفما كان مستوى وعيها الفكري والثقافي، تظل منتمية ثقافيا وإيديولوجيا لأرضها وتراثها ومعتقداتها، بالمقابل تصطدم بحضارة وفكر لا يمتان إليها بصلة، مما يولد قيما وسلوكيات ضارة وليست وطنية. إزاء ذلك كان لابد من تهيئة الأرضية الصالحة لخلق كوادر وطنية تعي جيدا مبادئها وتقاليدها الخاصة والمنتمية إليها، وتلك مهمة تتطلب زمنا فوق صبر، فخلق كفاءات فنية ماهرة سيحتاج وقتا طويلا لتدريبها ومن ثم لتكتسب الخبرة اللازمة في ميدان العمل. لهذا اهتمت الحكومة الرشيدة بنشر المعاهد الفنية المختلفة لتلبي رغبات الشباب وتمتص اهتماماتهم وتوجهاتهم المستقبلية. يوجد في البلاد الآن ما يربو على 9 معاهد للتدريب بالمرحلة الثانوية، يتم خلالها تأهيل الطلبة في تخصصات الميكانيكا والكهرباء والإلكترونيات، السيارات، إنشاءات مباني والمساحة. هذا من حيث المجال الفني. أما عن المجال التجاري
فيشتمل على دراسات تجارية عامة، منها السكرتارية والطباعة وإدارة الأعمال والمحاسبة. ويتلقى الطلبة برامج تعليمية تطبيقية ونظرية لرفع مستوى المعارف والمهارات لديهم إلى مستوى الفئة الماهرة. ولا يقتصر دور هذه المعاهد على الدارسين فقط، بل يمتد نشاطها ليشمل تدريب العاملين بأجهزة الدولة والشركات لزيادة كفاءتهم المهنية والفنية. وتوسع الدولة من دائرة رعايتها التدريبية والتأهيلية لتشمل العمال في القطاع الخاص الذي يتحمل نسبة متواضعة من مساهمات تدريب العاملين العمانيين لديه. وتشير الإحصائيات في هذا المجال إلى زيادة مضطردة في أعداد خريجي المعاهد الحكومية والخاصة والمتدربين في أماكن العمل، بل وفي استعدادات القطاع الخاص لمضاعفة البرامج التأهيلية. من خلال الرعاية التي توليها الدولة للقوى العاملة الوطنية بتنمية قدراتها والعمل على استقرارها والتصميم الجاد لإنجاح سياسة التعميم، تدعيما للخطط التنموية التي توفر العيش الكريم للجميع وترتفع بالمستوى الحياتي للأفراد صحيا واجتماعيا وتعليميا، وضمن الاستراتيجية الخاصة بتنمية الأيدي العاملة بالسلطنة، فقد تم في عام 84 إنشاء كلية عمان الفنية الصناعية لتخريج قيادات وسط في الشؤون الإدارية والفنية. تتيح الكلية التزود بالدراسة العملية والتطبيقية المكثفة مع التأهيل العلمي لها لتخريج فنيين مهرة أكفاء. وزودت أقسام الكلية بالمعامل والورش المجهزة وأحدث الوسائل التعليمية
السمعية البصرية. بالمقابل تواصل أجهزة الدولة المختصة زياراتها الدورية المنتظمة لمنشآت وشركات القطاع الخاص لمراقبة مدى التزام أصحاب الأعمال بتوفير أساليب الأمن الصناعي والصحة والسلامة المهنية، بما يكفل المحافظة على سلامة العمال والمواد المستخدمة في العمليات الإنتاجية، حماية للثروة البشرية من مخاطر العمل باعتبار العمالة الفنية المدربة والفعالة هي الركيزة الأساسية لقيام تنمية مستقلة وهادفة.